الجماعية التي ارتكبها النظام البعثي العراقي ضد مدينة حلب في 16 من آذار عام 1988 التي كانت جزءا من سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي والتي راح ضحيتها نحو 5000 شهيد وجريح أكثر من 10000 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى تشريد الآلاف من سكان المدينة. وقد أدى هذا الهجوم أخطر الهجمات الكيماوية التي استهدفتها المدنية حيث استخدم فيها مزيد من الغاز الخرزل والسيانيد وخليط من الغازات المشلة للأعصاب أن هذه الجريمة الكبرى لا تزال جرحا قاهرا في تاريخ الشعب الكردي صورة مصورة ضمن الجهاد تجاه أمتنا وحلقة من سلسلة الحملات الإبادة التي تقوم بها تركيا مرتزقتها حتى يومنا هذا تستخدم شتى صنوف السلاح بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا تحت غار العالم وصمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية. بهذه المناسبة الأليمة نحن كمجلس ناحية زرقان وكل مؤسسات نستذكر هذا اليوم في حزن عميق تأخذ مناسبة ندعو فيها أبناء شعبنا بكل أطيافهم ومكوناتهم للرص الصفوف ومواجهات التحديات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورة الرجفاء وإدارتها الذاتية الديمقراطية شمال وشرق سوريا. المجد والخلود للشهداء مسيرة حلبشة والشهداء الحرية في كل مكان. الخزي والعار قتل المجرمين المستخدمين السلاح المحرم دوليا. مجلس ناحية زرقان في 16 آذار 2022. شهيد نامرد.